بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كلكم طبعا عارفين ايه اللي حصل وانهيار الدولار امام الليرة التركية في تركيا، ولكن في الحقيقة هذا ليس الاخطر، الاخطر والاكبر والافضل لم يأتي بعد. والسؤال كمان في الساحة الاقتصادية هو هل ستعود الليرة التركية الى سابق عهدها؟ يعني هيبقى الدولار بسبع ليرات وبست ليرات او ما قبل ذلك كان حتى باقل من ثلاث ليرات وكده. ده موضوع الفيديو، فخليك معايا. الامر اللي هو اخطر من كده ان الوقت الجماعة المضاربين اللي هم في الحقيقة داخلين عشان ينصبوا ويخطفوا ويرابوا ويسرقوا ويمشوا كده، الجماعة دول الوقت اصبحوا ان هم في مأزق. ايه هو المأزق اللي هم فيه؟ الوقت الاول اردوغان ما كانش قادر يعمل انهيار كامل للليرة بسبب ايه؟ بسبب ان رؤوس الاموال بتاع الاتراك زي ما قلت لكم امبارح مختلطة مع رؤوس الاموال بتاع مين؟ بتاع المستثمرين. يعني مش هم عاملينها خلطبيطة على بعض، لا، كل واحد معاه فلوسه، ولكن اللي بيحصل ايه؟ القرارات لما بتنزل زي ما بتضرب رؤوس الافاعي بتضرب كمان رؤوس اموال الاتراك، وده طبعا كانت مشكلة اردوغان عايشها، زي ما يكون جماعة كده متترسين بجماعة تانيين نفس الصورة بالضبط. فالقرارات اللي خدها اردوغان وقلت لك عليها في الفيديو اللي فات باختصار ادت للاتراك ميزة كبيرة جدا، وهي ان هم ممكن يحولوا اموالهم اللي هم مخزنينها بالدولار ويدخروها بالليرة التركية على ضمانات الدولة اللي هي اعطتها. يعني لو الليرة انهارت الدولة هتعوضهم، ولو الليرة تحسنت الدولة مش هتاخد منهم الفارق، وده شجع الاتراك بشكل مهول جدا والناس بدأت تستثمر بالليرة وكده. لكن انا هقول لك هنا ايه اللي حصل. اللي حصل هنا دلوقتي ان المستثمر فقط هو ايه؟ هو اللي هيبقى معاه دولار. يعني دلوقتي كل ما يكون في مثلا 100 دولار في تركيا، طبعا ما بكلمكش على الاحتياطي بتاع البنك المركزي، بكلمك على الدولارات اللي مش في يد الحكومة. يعني الدولارات اللي مش في يد الحكومة دلوقتي كل ما هتلاقي منها 100 دولار هتلاقي منهم 90 او 95 مع المستثمرين اللي هم انا قلت لك عليهم نصابين وكده، وهتلاقي 4 5 مع الناس اللي هي يعني ما زالت تحت العاطفة او مش مصدقة او متأثرة بالشائعات اللي المعارضة بتقولها. هتقول لي يا المعارضة لسه بتتكلم؟ اقول لك لسه بتتكلم وفي منتهى الوقاحة، وبيقولوا انه التحسن دوت في الليرة مش حقيقي، وخوفوا ناس، وفي ناس فعلا ما رضيتش تحول فلوسها وكده، واردوغان مباشرة رفع عليهم قضايا، لانه ده الكلام ده على طول، يعني الكلام ده خلال 24 ساعة. خدت بالك ازاي؟ اردوغان رفع عليهم قضايا لان هم بيروجوا شائعات لا يستندون على حقائق فيها. يعني بيقول لك لسه هيحصل وما عندوش اسس يقول لك هو ده هيحصل بناء على ايه وكده. فهو بالتالي اردوغان بيرفع عليهم قضايا من هذا الباب. خليني ما اخرجش على الموضوع كتير عشان ما تناموش مني. الخلاصة كل 100 دولار ليست في حوزة الحكومة وليست في حوزة البنك المركزي، 95% منها على الأقل مع المستثمرين الغير مرغوب فيهم، والأردوغان أصلا عايز يطردهم وهم مش عايزين يطردوا لأن هم عايزين ياخدوا على سعر الليرة القديم. الحكاية مش ازاي؟ الحكاية ان المستثمرين دولت قاعدين لأردوغان معاهم فلوس ومستنيين الليرة تتحسن عشان يشتروا الفلوس ويشتروا الدولارات رخيصة ويطلعوا، زي ما انا قلت لك كده من كام سنة لما دخل المستثمرون باعوا الدولارات اللي معهم للبنك المركزي او للبنوك التجارية، يعني بالاحرى باعوا لهم 100 دولار باقل من 300 ليرة. الوقت المستثمر عشان يخرج عايز ايه؟ عايز ياخد معاه دولاراته لان الليرة مش هتنفعه بره وكده، فياخد دولاراته ازاي؟ بيقولوا له يا ابو الشباب ال 100 دولار اللي هتاخدها ب 1200 ليره زي او ب 1300 ليره زي ما شرحت لكم قبل كده. فايه اللي حاصل؟ هم رافضين الموضوع دوت وقاعدين لاردوغان على اساس ان هم بيضغطوا عليه ان هو ما يحسنش سعر الليره، الناس تكرهه، او يحسن سعر الليره ويخسر الدولارات وياخدوها ويخرجوا. ده كانوا هم يعني بيقولوا له لازم تختار لك،
يعني واحدة من الاثنين والاثنين أسوأ من بعضهم وكده. فأردوغان راح منزل القرارات ديت، وبالتالي أصبح الوقت رؤوس الأموال اللي هي بتاع الأتراك اللي هي بتاع الشعب بتتحول أو أغلبها فعلا تحول من إيه؟ من الدولار إلى الليرة التركية، وبالتالي الوقت ما بقاش حد معاه استثمار بالليرة أو مراباه بالليرة جوه تركيا إلا المستثمرين الأجانب اللي هم أردوغان مش عايزهم أصلا. عشان كده هو ثبت لهم الليرة عند إيه؟ الليرة. الدولار ب 12 ليرة أعتقد وشوية، يمكن بين ال 12 وال 13 ليرة هي شغالة لحد دلوقتي على كده. فبالتالي اللي بيحصل ايه؟ ان هو اردوغان بالطريقة دي قال لهم الوقت عجبكم عجبكم، هتاخدوا الدولار ب 13 او ب 12 ليرة اتفضلوا خدوا فلوسكم ومع 60,000 داهية، ان ما كنتوش عايزين تاخدوا فلوسكم خليكم قاعدين 40,000 سنة، انا الموضوع مش فارق معايا. فهو الوقت قدامهم ثلاث خيارات، يا اما ان هم يستثمروا بالليرة التركية وبالتالي يعني يستثمروا في مشاريع او كده، وهذا الامر ايه بالنسبة لهم مش بتوع مشاريع، هم بتوع تخريب مش بتوع تعمير، فالحل ده مش هياخدوه. الحل الثاني ان هم في موضوع الفايدة، ان هم بياخدوا فايدة دلوقتي 14%، انا اقول لكم اردوغان هينزلها تاني عشان يطهقهم، لان هم فايدة 14% دي مش هيلاقوها في اي حتة في العالم، لكن مشكلتهم ان هي في تركيا ايه بالليرة التركية. فطبعا اردوغان لما ينزل الفائدة هيكرههم في حياتهم عشان يطفشهم ويمشيهم، ولما ينزل الفائدة المرة دي الليرة تنزل قيمتها، الاتراك مش متأثرين لان الحكومة ضمن لهم ان هي تعوض لهم ايه؟ تعوض لهم الفارق في الاسعار. فدي بقى ده الموضوع اللي اردوغان حطهم فيه. فاصبح قدامهم الحل الثالث، ايه هو الحل الثالث؟ ان هم يفضلوا معاهم اموالهم ويفضلوا متربصين وقاعدين لاردوغان، واردوغان بالطريقة دي يقول لهم خليكم قاعدين 40,000 سنة ولا فرق معانا الحكاية دي كلها، خليكم لحد ما الفايدة تنزل للصفر، وبعد ما تنزل للصفر هيبدأ ينزلها للسالب. على فكرة ما في فوائد بتنزل بالسالب في بعض الأحيان، يعني يقول لك عشان تديني فلوسك أشيلها لك معايا، الحل ان انا هعمل ايه؟ الحل ان انا هاخد منك رسوم وهاخد منك مثلا 1% لان انا بحرص لك اموالك. ما هو خد بالك اللي بيملك القانون بيقدر يلعب لعب كتير، وعلى فكرة دي حصلت في دول اوروبية من قبل، يعني اردوغان مش هيجيبها من عنده. خلاصة الصراع ده هو صراع النفس الطويل، والوقت اردوغان مستعد لهم. اخر سؤال بقى، هل تعود الليرة الى قوتها السابقة؟ اقول لك اول شيء ده مش هيحصل الا اما اردوغان يطمئن ان اخر ليرة للمستثمرين تم تغييرها على سعر الدولار الحالي اللي هو 13 ليرة للدولار او كده، ويطمئن تماما ان العالم ديت مشيت، ودي هيجيبها بكل سهولة من خلال احصائيات البنك المركزي. بالطريقة دي اقول لك ممكن الليرة ترجع لمثلا 5 ليرات لكل دولار او 7 ليرات، وممكن حتى احسن من كده، لكن مستحيل هذا يحدث طالما ان المتربصون باردوغان، وان اردوغان منتبه للمسألة ديت. ده مش هيحصل. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.